بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين ظراف جدا. اول وصفه هنعمل بتنجان مشوي بتتبيله حلوه كده مع سلطه الطحينه. بصوا هتنبسطوا منها قوي قوي قوي، سريعه وطعمها لذيذ كده في رغيف بلدي، ونبقى جهزنا الغدا ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل كيك الاناناس، وصفه حلوه برده قوي ومقاديرها بسيطه. هنعمل كيكه طعمها كده رايق ولذيذ ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نخش في الوصفات فاصل بس بسرعة ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل أول وصفة، البتنجان المشوي بالطحينة. خليكم معانا. أنا جيت. هنعمل أول وصفة دلوقتي مع بعض، البتنجان المشوي بالطحينة. حلوة قوي قوي. بصوا أنا معايا بتنجان هقطعه شرايح، الشرايح بتاعت البتنجان مش عايزاها لا تبقى سميكه قوي ولا رفيعه قوي، وهنشويها على النار. تمام. هنشويها بايه بقى؟ بنعمل لها خلطه كده قبل ما نشويها، عباره عن ايه، ملح، فلفل، بابريكا، زيت زيتون، وبنخلطهم ببعض وندهن بيهم شرايح البتنجان ونشويهم على النار، ياخدوا لون حلو كده ويبقوا جاهزين معانا. تمام. نيجي بقى نحضر سلطه الطحينه اللي هنحطها على شرايح البتنجان المشوي. عباره عن ايه بقى؟ معايا تقريبا ربع كوبايه من الطحينه الخام، هنحط عليها ملح وفلفل، معلقه صغيره من البصل البودره، معلقه كبيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من الكمون، من الكزبره الناشفه، معانا عصير ليمونه كبيره، معلقه كبيره من الخل، وشويه ميه علشان نقلب ونعمل قوام للطحينه كده يبقى مظبوط وزي الفل. وبقى على الوش بقى كده معانا شويه رمان متفصفص كده ظريف قوي، وحبه بقدونس بس. تعالوا بقى نعمله بقى، تعالوا بقى ما اقول لكم بقى خطير ازاي. انا عايزه اجيب سكينه، خد انهي سكينه، ماشي ناخد دي. وعايزين كده ايه، البتنجان الظريف ده نقطعه كده شرايح. بسم الله. الشريحه بتاعه البتنجان لا هتبقى سميكه قوي ولا تبقى رفيعه قوي. تمام. اهو ده سمكة بالشكل ده، وبالسكينة كده ايه هعمل يعني منظر كده للايه، للبتنجان من على الوش، ما نخليهوش يوصل لغاية تحت، فاهمين قصدي؟ منظر بس كده ايه من على وش البتنجان. السكينة اللي معايا دي ايه حامية جدا عشان لسه السكاكين دي جديدة. ايوة. فهتلاقوها حامية قوي، فانا بعملها بحذر لحسن هتقطع البتنجان كله كده بهذا الشكل الظريف. تمام. هتلاقوا بصوا شكل الايه مكان السكينه عامل ازاي. ونجيب بقى هنا كده ايه بوله، ونحط فيها شويه بابريكا وملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا شويه زيت بس كده، وبالفرشة هندهن البتنجان كده اهو عشان يعمل لها طعم حلو كده اهو بالشكل ده. وعلى الجريل او على طاسة عادية خالص على النار نشوي شرايح البتنجان الحلوة دي. بس كده هاخدها كده ونحطها على الجريل. بسم الله. نحط كمان كده معلقة زيت على الوش، بس الأول ايه ندهن كل البتنجان الحلو ده. هتلاقي البتنجان طري معاكي وبقى خطير اهو، والملح والفلفل والبابريكا هتديله لون حلو قوي وطعم كمان حلو قوي. ناخد كده ايه معلقة زيت بس كده خفيفة في الجريل بس كده، ونشوي البتنجان ياخد لون حلو من الجنبين
ويطرى كده ويبقى هايل. عقبال ما يحصل كده تعالوا نحضر بقى ايه سلطه الطحينه الظريفه جدا اللي احنا هنحطها مع البتنجان. هنحط طحينه زي ما اتفقنا، ربع كوبايه من الطحينه الخام، هنحط عليها بصل بودره، ثوم بودره، كزبره وكمون، ملح وفلفل، بس انا مكتره الثوم اكتر حاجه يعني كلهم معلقه صغيره ما عدا الثوم معلقه كبيره. تمام، استنوا برضو كده لما نشوف اخباره ايه، هيبتدي اهو يلون كده ويتشوي. وهنحط على سلطه الطحينه ملح وفلفل وخل وعصير ليمون. تعالى يا ليمون. هيبقى بس فاضل لنا في سلطة الطحينة ان احنا نحط مية، بس انا عايزة اقلب كل المكونات دي الاول كده لوحدها، حتى هتلاقوا قوامها اتغير كده وتقلت قوي معاكم اهو، عشان بقى نعملها قوام مظبوط. بصوا تقيلة قوي ازاي، تقلت قوي ازاي. مية بقى، نحط شوية مية بالتدريج، مية عادية خالص من الحنفية، ونقلب لغاية ما الطحينة معانا تظبط يبقى قوامها مظبوط وايه ومش تخين. عايزه بس اطمن على البتنجان، اخبارك ايه يا بتنجان، يا ريحتك الحلوه يا بتنجان صراحه. يوه، ممكن احط له كمان معلقه زيت كبيره بس. نروح لسلطه الطحينه الظريفه ونقلبها كويس ونهتم بقوامها الحلو كده. الشكل ده، حط لها كمان شويه ميه بس كده، وفي الاخر بنحط لها معلقه زيت كده على الوش بس بتبتدي تفك كده معاكم اهو. هو ده كده ايه سلطه الطحينه. وانت اخبارك ايه يا بتنجان، يا حلو انت. بس كده اهو. عايزه اجيب كده مثلا طبق ولا حاجه، طبق يكون ظريف كده، وناخد البتنجان الحلو ده اهو. البتنجان المشوي اللذيذ، معانا سلطة الطحينة الحلوة دي، نروح ونيجي كده ايه على البتنجان بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، علشان ايه الطحينة كده تبقى عليه. ومعانا شوية رمان، محدش يقول لي رمان ازاي مع البتنجان، لا 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 ده خطير، ده في حته تانية. ورشه كده ايه بقدونس مثلا، وممكن كده ايه عيش، عيش من هنا وعيش من هنا، وكل واحد بقى ياخد له ربع كده، يفتح له ربع بقى وياخد له واحده من البتنجان الظريف ده في العيش وياكل. يا جماعه ألذ وأسرع طبق في الدنيا، خطير. وأنا الطبق اللي معايا ده برضو كده إيه هدلعه كده بشوية طحينة أهو، وجربوا سلطة الطحينة اللي أنا عاملاها دي هتنبسطوا منها قوي، سهلة جدا ومظبوطة زي بتاعة المحلات، خطيرة. نحط برضو كده شوية رمان، اللون الأحمر حلو قوي مع البتنجان، وكمان اللون الأخضر بتاع البقدونس وبس كده. وعيش بلدي وبالهنا والشفا. ان شاء الله تجربوا الوصفه الخطيره دي وتعجبكم، وسهله قوي، وشووه كده احسن بدل ما نحمره في زيت غزير، بيبقى طعمه ألذ بكتير ان شاء الله. فاصل بسرعه نلم اشياءنا دي كلها ونرجع نعمل وصفه كيك اناناس تحفه، خليكم معانا بعد الفاصل.
جيت. هنعمل دلوقتي وصفة كيك الأناناس، وصفة خطيرة وسهلة جدا إن شاء الله هتعجبكم. بصوا أقول لكم المقادير. أنا معايا كوباية ونص من الدقيق، كوباية ونص من الدقيق. هنحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معانا كمان 3 بيضات، وطبعا هنحتاج كيس من الفانيليا ورشة ملح. هنحتاج كمان كوباية إلا ربع من عصير الأناناس لو متوفر، او ممكن بقى تجيبوا الكومبوت ده اللي في السوبر ماركت بيبقى منه فيه، ناخد من عصير الاناناس في الكيك وشرايح الاناناس في الكيك، تمام. ومعايا كوبايه الا ربع من السكر البودره، ومعانا برده كده ايه كام قطعه من الاناناس كده فرمناها صغير قوي هندخلها مع الكيك حبه صغيرين كده، ومعايا كمان نص كوبايه من الزيت وحلقات الكومبوت بتاع الاناناس. احنا بنشتري علبه الكومبوت بتاعه الاناناس من السوبر ماركت هنستغلها كلها. الاناناس اللي شكله حلو هناخده نحطه على وش الكيك، والباقي هنقطعه حتت صغيره ندخله جوه عجينه الكيك، والميه اللي موجوده هتبقى ميه الاناناس اللي هنحطها برده في الكيك، تمام. فهقول المقادير تاني بسرعه: كوبايه ونص من الدقيق، عليها رشه ملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معانا معلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث بيضات او يعني كيس فانيليا. هنحتاج كوبايه الا ربع من عصير الاناناس، وكوبايه الا ربع من السكر البودره المفروم، نص كوبايه زيت، وشويه اناناس مفروم كده او متقطع صغير بالسكينه، وحلقات من الاناناس او شرايح من الاناناس، وبس تطلع خطيره. هنطلع بولة كبيرة، وهستخدم ممكن نستخدم المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، أنا هستخدم المضرب اليدوي مفيش مشكلة. ونحط بقى هنا أول حاجة البيض، هنكسر 3 بيضات ونضربهم كده كويس قوي مع الفانيليا علشان نبتدي نضيف لهم السكر ونضيف لهم الزيت. فين بقى الفانيليا؟ انت يا فانيليا هنا، اه هي دي الفانيليا اهو. 3 بيضات، كيس كبير من الفانيليا، ونضرب كده كويس قوي. ونحط السكر ونقلب كده كويس قوي. تقدري تستخدمي زي ما قلتلك المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي زي ما انا عاملة كده مفيش مشكلة. معايا الزيت، وممكن حاجة تانية ممكن تحطي كل المكونات دي في الخلاط طبعا باستثناء الدقيق، الدقيق هو الوحيد اللي مش هنحطه في الخلاط، هو وشرايح الأناناس اللي متقطعة صغير. لكن ممكن الخليط نفسه اللي هو البيض مع العصير بتاع الأناناس اللي احنا هنحطه دلوقتي مع الزيت كله في الايه والسكر البودرة كله في الخلاط كده. بس ونحط حتة الأناناس الصغيرة دي معاه، هيبقى فاضل لنا بس ايه الدقيق اللي هنحط عليه رشة ملح ومعلقة من البيكنج باودر كده، رشة ملح خفيفة ومعلقة من البيكنج باودر، ونقلب كده الدقيق بالشكل ده، وابتدي بقى ايه اضيفه على خليط العجين، وهي دي كده بس ايه عجينه الكيك ولا اي حاجه تانيه. هجيب بقى ايه صينيه انجلش كيك او صينيه مدوره مقاس 26، وندهنها كده دهنه حلوه بالزيت، ويا سلام لو نحط ورق زبده يبقى افضل حاجه اهو. هل انا جنبي، انا مفيش جنبي هنا ورق زبده، بس انتوا ضروري انصحكم باستخدام ورق الزبده مهم قوي. ومعلقه زيت خفيفه كده، وايه ممكن نعملها بالفرشه نوزع كده ايه، ولو عندك صينيه اصلا كده كده بتتفتح هتبقى ظريفه عشان تعرفي تقلبي الكيك وتشوفي الاناناس من جوه ويبقى شكله حلو، تمام. ومعايا شرايح بقى من الاناناس اهو، هنحطها كده بالشكل ده، نلزقهم في بعض كده بس كده، ونحط عليهم بقى خليط الكيك، كل الخليط بالشكل ده، ونوزعه كويس قوي. وطبعا نكون مشغلين الفرن
فرن سخن درجة حرارة 180، وهننزل بصينية الكيك دي في الرف اللي في النص، تمام، لمدة تقريبا 45 دقيقة في الحدود دي، يعني من 40 دقيقة ل 45 دقيقة بالكتير. هتفتحي عليها وتطمني بعد ما يعدي 35 دقيقة علشان الكيك ما يهبطش ولا حاجة. وأول ما تطمني إنها استوت وبقت تمام، هنطفي الفرن ونفتح باب الفرن لمدة 5 دقايق عشان الكيكة ما تخرجش بس من سخن البارد فتهبط، يعني تفطس أول ما هتلاقي الجو ساقع تقوم عاملة كده، فخلي بالك. فاحنا عايزين إيه؟ نفتح الفرن وندخلها الهواء البارد شوية بشوية علشان تفضل محافظة على النفشة بتاعتها اللي هي تبقى نفشها وبس. ونشيلها بقى بعد ما تهدى وتبرد، نقشر من عليها ورق الزبدة عشان نشوف بقى شكل الأناناس المقلوب. زي ما انتوا شايفين بتبقى خطيرة، ونقطعها شرايح كده وبالهنا والشفا، كيكة أناناس لذيذة جدا هتنبسطوا منها قوي ان شاء الله. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض، شرايح البتنجان المشوي بالطحينه، وصفه حلوه جدا وبتخلص اوام، ويعني بصوا ولا يعني كانك بتاكلي حته لحمه كده ملهاش حل من جمالها في سندوتش كده، والهنا والشفا. والوصفه الثانيه عملنا كيك الاناناس السريع، زي ما انتم شايفين وصفه سهله وبسيطه خالص، جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. انا بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.